مساء الخير، نحييكم في موعد نعتذر واخرنا شوية، دائما لأسباب تقنية. الطقس يتحكم فينا والمشاكل التقنية. نرحب بكم في موعد كنا حددناه سابقا، إن شاء الله تكونوا بخير. نذكر لي احنا خصصنا حصة للعلم بين الحقيقة والنمذجة، حصة قمنا فيها بأشكال هذه المسألة وتنزيلها في إطار إبستيمولوجي في علاقة بمطلب الكلي، وكذلك في علاقتها بالمسائل الأخرى للبرنامج. ونخصص حصة اليوم لأبعاد النمذجة. وأريد أن أذكر في البداية بأن النمذجة تعبر النمذجة العلمية تعبر عن ثورة في بنية العقل العلمي وثورة في العلم. وأذكر أيضا بأننا لا نستطيع أن نتكلم عن ثورة في العلم دون أن يكون هناك تغير في نمط تفكير العلماء في علمهم موضوعا ومنهجا وغاية. إذن تعبر النمذجة عن ثورة في العقل العلمي، ثورة تغيرت فيها نظرة العلماء للمعرفة، لعلاقتهم بالمعرفة، لشروط المعرفة ولقيمة المعرفة. ولم نعد ننظر إلى العلم على أنه إذا جاز لنا أن نستعير مجاز إدغار موران، لم يعد بإمكاننا أن نتصور أو أن نفهم العلم على أنه بناية ذات طوابق قاعدتها صلبة لها أصل في الواقع منظورا إليه بوصفه واقع موضوعي ومادي. بل أصبحنا ننظر إلى العلم بما هو بناية ذات طوابق لكن قاعدتها مركبة، وبالتالي قاعدة مركبة تتغذى من النسقي البنائي الفينومينولوجي التحكمي السيبرنيتيقي في نفس الوقت، قاعدة يكون فيها العقل العلمي عقل مركب حذر يدرك حدوده، يراجع إنتاجاته باستمرار، وعقل يتغذى مما هو نسقي أو من سياق ينتج المعرفة العلمية في سياق نسقي، أي أنه ينظر إلى الواقع باعتباره بنية أو نسق، ينتج المعرفة العلمية في سياق فينومينولوجي بمعنى أن العقل العلمي أصبح يستعيذ عن الوقائع المادية بتمثلاته لها. يتغذى العقل العلمي المركب من سياق فينومينولوجي إذن ونسقي، وكذلك سياق سيبرنيتيقي، إذ يضع الغايات. فالعقل العلمي أصبح يطرح المشكلة ثم ينتج المعرفة التي يمكن أن تجيبه عن تلك المشكلة، وينظر إلى المعرفة على أنها فعل وحل لمشاكل يطرحها في علاقة بالواقع العملي. أصبح العقل العلمي أيضا بما هو عقل مركب يتغذى من التحكم، وينتقل من مطلب الحقيقة إلى هاجس التحكم. فما يحكم العلم ليس الحقيقة بل الصلاحية والملائمة والتحكم، بل إن الحقيقة في حد ذاتها بعبارة لادريار استحالت إلى فعل كسائر الأفعال. إذا الإطار العام لمسألة النمذجة ومسألة العلم بين الحقيقة والنمذجة هو إطار يشهد فيه العقل العلمي تغيرا في بنيته، في تصوره لبنيته، في تصوره للمعرفة، في تصوره لعلاقة الذات بالموضوع ولدور الذات العارفة بعيدا عن الواقعية الساذجة. ولذلك راجع العقل العلمي شروط بنائه للمعرفة، ويتبين لنا مع النمذجة بأن العقل لا يمشي في درب هو درب الواقع، وإنما هو يخطو خطوات هي التي تحدد هذا الدرب، فليست الخطوات هي الدرب،
وإنما الدرب هو الخطوات، بمعنى أن العقل يطرح مشكلات ثم يبني معرفة ويحاول من خلال تلك المعرفة أن يحل هذه المشكلات، يخطو ويسير ويمشي وينخرط في تمشيات ومسارات يدرك حدودها جيدا، ولا يدعي أنه وأن له قاعدة سليلة للواقع أو لها أصل في الواقع، بل هو يبني معارف. ولذلك تطرح أو تراجع أو تعبر النمذجة العلمية عن عملية مراجعة قام بها العلم أو العقل العلمي لشروط المعرفة. وما هدف حصتنا اليوم أو هذه المداخلة اليوم إلا الحديث عن أبعاد النمذجة، والأبعاد النمذجة نقصد بها الشروط التي ينبغي على العقل العلمي أن يحترمها ليبني المعرفة العلمية. وكما تلاحظون أبعاد جاءت في صيغة جمع. إذن وفي الفصل وفي البرنامج الرسمي نهتم بثلاث أبعاد للنمذجة، وكل بعد من هذه الأبعاد يحدد أو يستجيب إلى نوع من أنواع الشروط التي يخضع لها العقل العلمي في بنائه المعرفة العلمية: البعد التركيبي، البعد الدلالي، والبعد التداولي. واسمحوا لي أن لا أفصل بين هذه الأبعاد، لأن النمذجة هي نتاج لتداخل هذه الأبعاد معا وهذه الشروط معا. البعد التركيبي يحيلنا على الشروط الصورية التي ينبغي أن يستجيب لها العقل ليبني المعرفة. البعد الدلالي يحيلنا على الشروط التي يمكن للعقل العلمي أن يصل الحقل النظري بالحقل العملي ويعود لتصبح له علاقة بالواقع. البعد التداولي يحيلنا على الشروط البراغماتية والاستعمالية، وكيف أن العقل العلمي ينبغي أن يجعل تلك المعرفة، أن يتوصل إلى معرفة قابلة للاستعمال في الواقع، وأن يهدف إلى تأسيس حقيقة هي في حد ذاتها فعل تتميز بالقدرة على الأداء والفاعلية والنجاعة وعلى إيجاد حلول في الواقع. إذن لو نتتبع هذه الأبعاد الثلاث، وقلت إنني لن أفصل بينها لأن كل فصل بينها هو فصل إجرائي شكلي، فقط حتى نتوقف في الفصل عند معاني مختلفة، وحتى نستجيب لشرط الدقة في تدرج في تحليل هذه المعاني للتلميذ في الفصل. لكن المداخلة، هذه المداخلة المباشرة اللايف ذي، كما أسلفت أني قلت الحصة اللي فاتت، هو الغاية منها الحقيقة مقاربة أخرى للعلم بين الحقيقة والنمذجة. وكلنا يعلم أن المادة متوفرة، فما مادة علمية على العلم بين الحقيقة والنمذجة في عدة يعني أفق، يعني في المجال الافتراضي، في الكتب، في لي باراسكولير، في كتب في الكتب الفلاسفة، في المراجع والمصادر. ولكن لا أدعي إذن أنني سآتي على كل هذه المواد، ولكنني سأحاول أن نقوم بمقاربة خاصة ومخصوصة أحاول من خلالها أن أقرب معاني هذه المسألة في شموليتها من ذهن أبنائي وبناتي التلاميذ. إذن الفصل بين البعد التركيبي والبعد الدليلي والبعد التداولي هو محض فصل شكلي وإجرائي فقط، ولذلك ستلاحظون أنني عندما أتكلم عن الشروط التركيبية لبناء المعرفة العلمية سأتكلم في نفس الوقت عن الواقعي والافتراضي والملائمة التي هي معاني، والنظرية والقانون التي هي معاني تتنزل في البرنامج الرسمي في البعد الدليلي. سأتكلم أيضا عن الحقيقة كفعل، عن الأداء، عن النجاعة، عن أن العلم كما سبق أن قلت هو بنية ذات طوابق لكن قاعدتها مركبة
على صلة لا فقط بما هو بنائي ونسقي وهو ما سنتوقف عليه أو سنأتي على ذكره في البعد التركيبي، وليس فقط سياق دلالي بل أيضا سياق استعمالي تداولي. إذا النمذجة هي مسارات وتمشيات بناء المعرفة العلمية من خلال بناء نماذج، و هذه النماذج بناؤها يقتضي توفر جملة من الشروط. والبعد التركيبي المقصود به هو المرحلة التي يحاول العقل العلمي فيها أن يستجيب إلى الشروط الصورية. حتى التوا أنا نتكلم بالعربية وهذا طبيعي جدا، ولكن سأحاول أن أبسط دون أن أغادر العربية. يعني ماذا نقصد بالشروط التركيبية؟ كل الأساتذة في الأقسام درسوا وتكلموا عن الشروط التركيبية، ولو أتخيل أسئلة يطرحها تلاميذي أمامي الآن لسألوني ماذا نقصد بالشروط التركيبية، وماذا نقصد عندما يقول لنا الأستاذ أن النمذجة في بعدها التركيبي لا تهتم بمضمون الواقع وإنما بشكله وبصورته، وأن النمذجة تنتقل من الاهتمام بالكائن إلى الاهتمام بالبنية. سأحاول أن أؤكد هذا الكلام ولكن بطريقة مغايرة تنشد المزيد من التبسيط، أو ربما سأحاول أن أقدم أمثلة. ما معنى أن العلم يهتم بصورة الواقع وليس بمضمونه؟ لا نستطيع أن نتكلم عن البعد التركيبي وعن الشروط الصورية لبناء المعرفة العلمية دون أن نعود ونذكر بأن العلم لكي يتطور ولكي ينخرط في نمط جديد في التفكير في شروط المعرفة العلمية لابد أن يغير نمط تفكيره في الواقع، في المعرفة، في علاقة الذات بالموضوع. وفي هذا الإطار نقول بأننا لا نستطيع أن نتكلم عن بعد تركيبي وعن العلم بما هو تركيب للمعرفة دون أن نتذكر أن النمذجة وبالتحديد النمذجة النسقية في سياق الباراديغم البنائي تخلت عن مفهوم الواقع بما هو واقع معطى، وتخلت عن وهم الاعتقاد بالتطابق بين نظام الفكر العلمي ونظام العقل، وبالتالي تخلت عن وهم الاعتقاد في التقابل بين الواقعي والخيالي أو بين الواقعي والوهمي، وبالتالي أتاحت النمذجة أو الباراديغم البنائي أتاح للعقل العلمي أن ينتج تمثلات وتصورات يدرك أو يكشف بها عن الواقع. إذا النمذجة العلم لا ينطلق من الواقع وإنما يتجه إليه كما يقول جرانجي، ولا يستهدف الواقع في حد ذاته وإنما يحاول أن يبرهن عليه. بعبارة باشلار هو يحاول أن يضع تمثلات للواقع كما يريد أن يتمثله، فالعالم له مشكل. وكما سبق أن قلت النمذجة تعلن عن أسبقية المشكلة، عن المشاكل التي يريد العلم حلها، عن المعرفة العلمية ذاتها. إذا العالم له مشكل يريد حله، وعلى ضوء هذا المشكل يحاول أن يتمثل الواقع الذي يريد أن يفسره ويسيطر عليه كما يريد أن يراه وليس كما هو. ولذلك يقول بياجي لا نعرف موضوعا إلا بالفعل فيه وتحويله. نتجاوز إذن مع النمذجة ثنائيات الذات والموضوع، فعندما نتكلم عن التركيب فنحن نتكلم عن موضوع لا ينفصل عنا، بل نحن الذي نبنيه داخل فكرنا في شكل تمثلات وصور. فما يعنينا في النمذجة ليس مضمون الواقع، لأننا لم نعد نعتقد أن للأشياء حقيقة، ولم نعد نعتقد في وجود حقائق أو جواهر أو طبيعة للأشياء، بل نحن
يعني نبني تمثلات وتصورات للواقع كما يمكن أن يكون أو كما يفترض أن يكون، وذلك حسب المشكل الذي نريد حله. ففي البعد التركيبي مثلا لابد على العقل العلمي أن يوفر مجموعة من الشروط. هات نشوفوا مع بعضنا مثال. عندي كمؤسسة صناعة هواتف جوالة أو سيارات مشكل، وهو مشكل أنه المنتوجات أو القام الأخرانية أو الموديل، بالدارجة أنت كي تمشي تشري حاجة تقول له فما الموديل هذايا متاع التليفون أو متاع الأكسيا لباس أو غيره من ما يقع تداوله في عالم السوق والتداول، وفي زمن العولمة الذي يقترن فيه الإنتاج بالاستهلاك. إذن هذه المؤسسة لصناعة الهواتف الجوالة لديها مشكلة في التسويق مثلا، فهناك مشكل. بناء على هذا المشكل المهندسون، وسترون فيما بعد كيف أن النمذجة ستعيد الاعتبار للهندسة وللإدارة ولكل العلوم التطبيقية. إذن المهندسون سيحاولون بعد الوعي بهذا المشكل، صعوبة تسويق مارك متاع هاتف أو متاع سيارة معينة في السوق التونسية أو الأفريقية أو الأمريكية أو غيرها، سيحاولون تركيب وهندسة صورة للهاتف الذي ستقع صناعته. إذن الشروط الصورية للنمذجة أو التركيبية تتمثل في أن العالم يبني نسقا، إذن هو سيتخيل هذا المنتوج أو هذا الواقع لا في بعده المادي كما تنظر إليه الواقعية الساذجة، وإنما بما هو نسق. فسينظر إلى بنية الهاتف أو السيارة التي ستتحول فيما بعد إلى سيارة حقيقية أو إلى هاتف حقيقي له أداء وله نجاعة وله فاعلية، ويمثل حلا لمشكل عمليا في سوق في السوق أو في تسويق ذلك المنتوج. إذا وهذا ما سنراه في البعد التداولي، سيكون هذا النموذج سيتحول إلى منتوج قابل للتداول والاستعمال وقادر على تقديم حل. تلاحظون أنني أتحرك بين التركيب والدلالي والتداولي، ولكن دعنا مبدئيا نتكلم عن التركيبي. الشروط التركيبية لبناء نموذج: أولا البنية، ثانيا الصورنة، ثالثا الأكسمة تصوراته، قدرته على بناء تمثلات. وسينظر إلى هذا الواقع الذي أو هذا المنتوج الذي لم يصنع بعد، لا في بعده كما قلت كما تراه الواقعية الساذجة، وإنما سيتخيل بنيته. ما هي البنية التي ستكون عليها هذه السيارة؟ إذن سأضع بنية، سأستبدل الواقع كنسق واقعي، دونك الواقع هو نسق لكنه نسق حقيقي. سآتي فيما بعد على تحديد البنية، وتعمدت أنني أؤجل الحديث عن تعريف البنية. إذن سأرسم على ورقتي أنا كمهندس التصميم لهذه الأكسية أو هذا الهاتف أو هذه السيارة. في هذا التصميم لن أضع كل جوانب الظاهرة، سأضع فقط النسق. وبالتحديد عندما نقول نسق أو بنية نتكلم عن عناصر حلقات، وهذه العناصر والعلاقات تتغير وتتحول، وهذه العناصر يحكمها نظام داخلي. ولذلك يتكلم جون بياجي عن النموذج بما هو بنية، يتميز بثلاث خصائص هي التحولات، الانتظام الذاتي والكلية. هذه العناصر، إذن مجموعة من العناصر كي تبدأ بنيتها علاقات نسميوها بنية. والبنية هذه عندها ثلاثة خصائص. أول حاجة كل عنصر من العناصر هذوما ما يتحولش وما يشهدش تغير إلا في وسط الكل. إذا أسبقية الكل على الجزء، يعني التحولات اللي تصير في الكل، والجزء ليس له قيمة إلا داخل هذا الكل. ولذلك يتكلم جون بياجي عن الكلية. هذه العناصر تتميز بالتحول
ويحكمها نظام داخلي، أي أنها لا تتأثر بعوامل الخارجية بل تتغير. والسوق هنا مثالا، فعلى سبيل المثال المهندسين طلبنا منهم باش يعملوا تصميم المارك معينة متاع كرهب، متاع دار كرهب، هي الكهرباء اللي باش تدور في الكياسات وباش تتسوق في العالم عام 2023. فأنا هنا أتكلم عن واقع افتراضي، وهذا التصميم أو هذا النموذج ليس الظاهرة بل فقط بنيتها أو البلان متاعها. سأقرر مبدئيا ما هي العناصر التي سأضعها في هذه البنية، وسأحاول أن أستبق أو أحاكي أو أقلد التحولات التي يمكن أن تشهدها هذه العناصر، وربما أحاول داخل هذا النموذج أن أستبق أو أن أتوقع بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها، وأتوقع وأحاكي سلوكها. إذا النموذج هو تجسيد، سيمولاسيون، كما شخص ما تعرفوش نشد الصلصال ونصور لك وجهه، أو سيارة هي ما زالت ما تصنعتش، ناخذ العناصر اللي سبت لي مشكلة متاع تسويق في الجام اللي فاتت، مثلا انها تسخن او انها مش عارف انا ما تتسوقش، الديزاين متاعها، الشكل، الحجم، قطعه في الموتور، اي عنصر من عناصر تشكل البنيه. دونك انا ما نغزرش للسياره هذه او الهيتف هذايا على انه حقيقي واقعي، انا اتحدث عن واقع انا الذي سابنيه داخل تمثلاتي، والتمثلات التي انتجها هي ستختار عدد من العناصر التي ستضعها في هذه البنية. إذن الواقع في النمذجة النسقية وفي النمذجة بصورة عامة هو ننظر له على أساس أنه نسق يتكون من عناصر وعلاقات عقلنا هو اللي بناها، ولذلك قلنا أن الإبستيمولوجيا البنائية أو الباراديغم البنائي يعلمنا بأن الواقع مبني، ولكن أيضا وخاصة أن المعرفة العلمية معرفة مبنية، فنحن الذين سنبني. ما معنى البناء؟ يعني التركيب، يعني سنختار علاقات بين عناصر نحن الذين سنختارها. إذا هل أن النموذج هو الواقع؟ النموذج لا يشبه الواقع إلا في بنيته، ولذلك يقول سيلفان أورو النموذج تبسيط لا ينبغي الخلط بينه وبين الواقع. إذا النموذج في إطار أن يحاول أن يبني أو يركب بنية، وهنا سبق أن قلت أننا لا نستطيع أن نتكلم عن التركيب دون أن نتكلم عن التداخل بين الذات والموضوع، ودون أن نتجاوز تلك الثنائيات الوضعية الكلاسيكية، وخاصة ثنائية الذات العارفة موضوع المعرفة. فعندما أتخيل أو أتمثل الظاهرة كما أريدها، وهذا الهاتف الذي أريده ل 2023 أو روبو 2023 أو نموذج لتنظيم إدارة في المستقبل أو أي نموذج من النماذج، فأنا أتخيل أتعامل مع صورة العقل أو صورة الواقع، أي أن ما يهمني ليس العناصر لأنها لم توجد بعد، وإنما ما يهمني هو العلاقات، كيف أنظم هذه العلاقات، فأعيد تنظيم مكونات الهاتف لكن بطريقة تخلي فيه دي زوبسيون جدد، أو أعيد تنظيم البنية متاع الكهرباء اللي نحب نصنعها لكن بطريقة نركز فيها على تحولات جديدة في الديزاين متاعها، في خاصية من خصائصها اللي ما خليتهاش تتسوق، واللي خليتنا واللي أديت لطرح مشكل أنا نحب نحلو توا، بإني نتخيل النموذج أو البنية أو ستركتور متاع الكهرباء اللي باش نصنعها، أنا مازلت ما صنعتهاش، أنا نتعامل مع واقع افتراضي مازال ما صارش. إذا الشروط التركيبية لبناء نموذج، أولا أن أستبدل الواقع كنسق حقيقي معقد بالنموذج، لكن كنسق أيضا لكنه نسق افتراضي بسيط، وأعتمد في بناء هذه البنية على آليات الاصطناع، الاختزال والإهمال. الاصطناع هو أن أستبدل الواقع ببناء أصطنعها تعبر عن طريقة في تمثل لهذا الواقع الافتراضي الذي لم يحدث بعد. الاختزال هو أنني لا أضع في هذا النموذج اللي نحب نحل به المشكلة هذه بالذات
كل العناصر، فأنا أختار العناصر التي تتحول إلى بارامترات هي التي ستساعدني على حل المشكل. فعلى سبيل المثال عندي مشكل نتاع فلاحة، ما نعملش خريطة، الخريطة باش نعملها على ولاية القصرين أو الكاف أو مدنين أو بنزرت، في الخريطة هذه ما نحطش المطارات والطرقات والسكان، ونحط كان المعطيات اللي باش تساعدني على حل المشكل الزراعي. في نموذج نتاع هي نتاع سيارة، هي ما تباعتش على خاطر الأسباب تتعلق بالديزاين نتاعها ولا حجمها، نركز كان على العناصر أو التحولات اللي تتعلق بالخاصية اللي أنا حاجتي بها اللي باش تحل المشكل. ولذلك نتكلم عن الاختزال، عن رد المعقد إلى البسيط. وقد اتفقنا بأن النموذج تعبر عن مغادرة لنمط تفكير وضعي كان يعتقد أننا كلما اقتربنا من الواقع كلما اقتربنا من حقيقته، إلى نمط بنائي يحيلنا على أنه كل ما بعدنا عن الواقع وبسطناه كل ما نقرب من حقيقته، لأنه حقيقة الواقع ما هيش في الواقع، حقيقة الواقع في ذهننا، ولذلك نحن نستبدل الواقع بتمثلاتنا حوله، وكيف يمكن أن يكون؟ ولذلك نحن نستعمل الاصطناع، فنحن نصطنع بناء، ولذلك نتكلم عن الشروط الصورية لبناء، نتكلم عن صورة الواقع كما نتخيلها، وهذا هو الاصطناع. الاختزال هو أن أرد المعقد إلى البسيط. فباش نوصف لك ثنية نقول لك امشي ديريكت، مثلا مش عارفة أنا في اتجاه سوسة ولا في اتجاه الشمال ولا في اتجاه الجنوب، ونقول لك إذا كان في مدينة كما الجي بي اس بالضبط، وهو يخضع هو يعبر على عملية نمذجة للطرقات، نقول لك دوري يمين، دوري يسار، دوري ثالثة على اليسار، الباب الثاني على اليمين. فإن بدلت ثنية معقدة فيها برشا بيبان وبرشا بنايات وبرشا مؤسسات ومركز شرطة وعمارات وفرماسي وبرشا حاجات ما ذكرتهمش، اكتفيت بيمين ويسار ورقم ثلاثة. اليمين واليسار ورقم ثلاثة هما البنية. فإن بدلت ثنية معقدة ببنية بسيطة أو بخريطة بسيطة. ولذلك النموذج هو التمثيل كالممثل، هو التمثيل النسقي المبسط والقصدي للواقع، هو تمثيل لأنه يستبدل الواقع بالتمثلات التي أنتجها العقل وركبها تركيبا عن هذا الواقع، وهو نسقي لأن العقل العلمي لا يحتفظ من الواقع إلا ببنيته ونسقه، أي بعدد محدود من العناصر والعلاقات، وهو بسيط لأنه يحتكم إلى الاختزال كآلية من آليات بناء المعرفة العلمية، ويرد هذا المعقد إلى بارامترات عدد محدود من العناصر البسيطة، باعتبار أن النموذج كلما كان بسيطا، وهذا على عكس الاعتقاد الوضعي والواقعية الساذجة، كلما كان بسيطا كلما استطاع أن يقدم لي تقريبات للواقع أكثر، وكلما اقترب من حقيقة الواقع أكثر. وهو قصدي لأنه مرتبط بمشكل، وقلنا منذ البداية بأن نمذج تعبر عن نمط تفكير، عن باراديغم جديد يؤمن أو يقر بأسبقية المشكل على المعرفة ذاتها. فأنا أطرح مشكلا وهدفا وقصدا أريد أن أحققه، نسوق، نخيط موديل جديد متاع كراهب بتاع حوايج، عفوا أكسية، أو أصنع، أو نلقى تلقيح مصل الفيروس، معادلة كيميائية. فمن الأول نحط المشكل ومن بعد نبني. ولذلك فأنا أختزل، لا أحتاج إلى كل العناصر، إن حاجتي بمجموعة بعدد محدود من العلاقات التي أبنيها. ولذلك نتكلم عن الطابع البنائي للواقع وللمعرفة. إذا قلنا أن الشروط الصورية لبناء المعرفة العلمية هي أولا البنية تتكون من عناصر وعلاقات، وتحكمها حسب جون بياجي ثلاثة كما نقولوا احنا قوانين ولا أنظمة، اللي هي الانتظام الذاتي، انه العناصر يأثروا على بعضهم
وما فماش او ما يخضعوش ما يتغيروش او ما يخضعوش للتحولات بسبب عنصر خارجي. التحولات اي ان هذه العناصر ليست ثابته ويمكن ان تتغير، والكليه بمعنى ان الكل اهم من العنصر من الجزء، وان كل عنصر من هذه العناصر لا تتغير ولا تشهد تحولات الا في علاقه بذلك الكل. هذه البنيه وهذه العلاقات نحن نبنيها. اذا العقل العلمي لم يعد ذلك العقل الذي يدعي انه يتطابق مع الواقع او انه يصف الواقع، بل هو اصبحنا نتكلم عن عقل باش نستعير كلمة نيتش متواضع، أو نقول عقل يدرك حدوده جيدا، عقل جدلي، عقل يراجع ذاته باستمرار ويتمثل الواقع في كل مرة بطريقة جديدة حسب المشكل المطروح، وبالتالي عقل ينتقل من ينقل مركز اهتمامه أو ينتقل مركز اهتمامه مع النمذجة من الاهتمام بالكائنات على أساس أنها حقائق جوهرية ولها حقيقة ثابتة، إلى الاهتمام بالبنية، من الاهتمام بمضمون الفكر إلى الاهتمام بصورة الفكر. وفي هذا السياق نطرح الشروط الصورية لبناء المعرفة العلمية. إذن الشرط الأول هو البنية، الشرط الثاني هو الثورنا. بعد ما نحدد العناصر ومجموع العلاقات ونبنيها عن طريق الاصطناع والاختزال والإهمال، إهمال هي أني نعمل البارامترات اللي ما تهمنيش وما عنديش علاقة بأنها تحل المشكل، ما هي جزء من الحل، نهملها كما يقول باسكال نوفيل وكذا، وهو أيضا ما أكده نيوتن، انظر إلى هذا واهمل الباقي وستفهم أكثر. إذا كلما أهملنا العناصر اللي ما حشنيش بها، كل ما اختزلنا وبسطنا واكتفينا فقط ببناء مصطنعة، كل ما كان النموذج في مرحلة الشروط الدلالية قادر على أنه يساعدنا على أن نبني تماثلات وديزانولوجي تساعدني على أني نفهم الواقع، كل ما كان النموذج بسيط ومصطنع ومختزل وأهمل العناصر والبارامترات اللي ما حشنيش بها في حل المشكلة ذي، كل ما في المرحلة الدلالية نجم يرجع للواقع ويقدم لنا عليه تقريبات، وفي المرحلة التداولية كل ما كان قابل للاستعمال والتداول لإيجاد حلول وليكون له أداء ونجاعة وفعلية باش يلقى حلول أقل تكلفة ممكنة في أقرب وقت ممكن وبأبسط الطرق للمشاكل المطروحة في الواقع. إذن البعد التركيبي هو الشروط التركيبية للمعرفة، والنمذجة تعبر على باراديغم بنائي راجع شروط بناء العقل العلمي للمعرفة، واعتبر أنه العقل العلمي يقوم بتركيب الحقائق، وبالتالي العقل العلمي ما ينفصلش على موضوعه، وهو قادر على تخيل وبناء تمثلات يتنحى فيها ذلك التقابل بين الواقعي والافتراضي، الراهن ولا راهن. إذن الشرط الأول كما قلت هو البنية، الشرط الثاني هو الصورنا. بعد ما عملنا الخريطة ولا التصميم ولا الباترون وإلى البلان تاع الدار ولا المجمع السكاني وإلى التصميم تاع السيارة ولا تاع الهاتف، باش نعملوا سيناريوهات افتراضية تتخيل لنا هالتحولات هذية وتقربنا منها. دونك صورنا تتمثل في أني نعطي صورة وسيناريو اللي هالبنية هذية، وبالتالي نعبر على كيفية تحولاتها، ونخلي هالبنية هذية تولي عندها صورة، تولي تتشاف أو قابلة للعقلنا. وذيك علاش جون بياجي يشترط شرطا، البنية ينبغي أن توفر فيها شرط، وهو يجب أن تساعدنا على صورنا، يجب أن تكون تلك البنية بسيطة وليست معقدة، أن تكتفي فقط بالعناصر التي تساعدنا على حل المشكل، أن نتوخى في بنائها استراتيجية هي استراتيجية الإهمال والإغفال، أن نرد الواقع المعقد إلى بنية بسيطة.
وشرط رئيسي ينبغي أن يتوفر في هذه البنية، وهي أن تساعدنا على صورنتها، على صورنة الظاهرة، أي على محاكاة سلوكها واستباق تحولاتها، بل إمكانية التوقع بهذه التحولات. فالموديل الجديد متاع السيارة نحاول نصوره. على سبيل المثال في وزارة التربية نعمل بنية ولا سيستام، تشوفوا انتوما، وذلك علاش أشرت لأنه النموذج ترد للاعتبار للعلوم التطبيقية، ترد للاعتبار للهندسة، ترد للاعتبار للإدارة. وفي تلمذة البكالوريا مثلا محطوطين في وزارة التربية في سيستام كيما الإدارات الكل كيما المؤسسات الكل. فاحنا نبدلوا مثلا فلان الفلاني اللي يقرأ شعبة رياضيات، نبدلوه بأم اللي هي مات، ورقمه في الدفتر مثلا. مثلا انا نحكي على مثال نتخيلوا فيه مع بعضنا باش نبسطوا كهو. ام رقمه في الدفتر او في المعهد نتاعو تريس مثلا، الكود نتاع المؤسسه نتاعو ما نعرفش هنا جودي نابخوت كوا كو مثلا ولايه بن عروس او ولايه تونس او ولايه كيف او غيره، مثلا الكود نتاعها مثلا سي اي. وهكاك نبدلوا التلميذ ككائن واقعي بكود أو شفرة. في مرحلة تصورنا نحاول نتخيل التحولات اللي تصير. مثلا نصنفوا إذا كان السيستيم ذي متاع وزارة الأراضي الدولية، مثلا إدارة أو الأراضي الدولية أو تلامذة الباك أو الموظفين في مؤسسة معينة، فأحنا في السيستيم تاعنا نحطوا إمكانيات التغيرات تطرأ الكل. مثلا الموظفين اللي مثلا ترقاوا في الرتبة، كيفاش في السيستيم نحاولوا نتخيلوا التحولات اللي تنجم تطرا على الموظفين هذوما، ونحاولوا نخصوا لكل صنف من الموظفين هذوما وللتحولات اللي تصير عليهم كوت، باش الموظف هذاك في صورة ما اذا كان ترقى يولي ينتمي للكود الاخرى، وبالتالي تهبط له فلوسه نتاع الترقية او نتاع المنح. التلميذ نحطه في السيستيم تاع التلامذة اللي يتعوضوا بارقام ولا بكود، نحطوا التغيرات اللي تنجم تطرأ على الحياة المدرسية للتلميذ، انه انقطع، انه جبد لانسكريبسيون نتاعو، انه تسكر السيت وهو ما سجلش، انه دونك نصنفوهم انواع التلاميذ هذوما، ونتخيلوا نحطوا سيناريوهات افتراضية، نصوروا البنية منين كانت بنية ثابتة، نتخيلوا سيناريوهات شنو اللي يصير بالضبط. مثلا نتخيل البنية نتاع الكهرباء اللي صنعتها ولا نتاع التليفون اللي صنعته انه يتكسر في ساعة، انه ما يتشارجيش. فنحاول نتخيل شنو التحولات اللي نجم يعملها، وفي المرحلة الدليلية أو باش نوفر شرط دليلي للتليفون هذايا، بعد لا نعمل البنية وبعد لا نصورنو ونتخيل السلوك نتاعو، نحاول نختبره، نصنع تليفون صغير أو كهرباء صغيرة، لأنه وبالتالي هنا التجربة النموذجة تعاون على القيام بتجارب تتكلف برشا برشا، باش نحاول نختبر مدى صلاحية التصميم اللي على الورقة كي يولي واقع، كي يولي كهرباء، كي نصنع كهرباء صغيرة أو تليفون صغير أو النموذج هذاك نعمل منه نموذج مصغر، فأنا ربحت برشا فلوس، ربحت وقت، استبقت المشاكل اللي تنجم تصير بفضل صورنا. دونك نصورن يعني نعمل شفرة ولا كود، لكن العناصر دي كل عنصر نعمل له كود، والتحولات نتاعهم زادة كيف كيف نعمل لهم سيناريوهات افتراضية وشفرات باش نجم نستبق سلوكهم، باش هكاكا ننتقل للشرط الثالث. دونك شرط الاول البنيه، شرط الثاني صورنا، شرط الثالث هو الاكسمه. وبفضل الرياضيات واللغه الرياضيه نجم نعمل سيستم واحد ينطبق على تلامذة الباك مثلا في الجمهوريه التونسيه الكل في 24 ولايه، لانه العلم يتميز على باقي انواع المعقوليات انه قابل للتعميم، وأن العلم يرتفع إلى أعلى درجات المعقولية كي يبدأ قابل للتعميم. فما نجموش نصنع لكل مواطن كهرباء ولا لكل سوق كهرباء، نعمل نفس الكهرباء لكن نعمل عليها تحويرات في الموديل كي تتباع في بلاد باردة، نعمل عليها تحويرات في الموديل، وهنا نختزل ونهمل الخصائص الأخرى ونركز كان على العناصر اللي في البلان اللي مسؤولة على أن الكهرباء ترتفع حرارتها أو تسخن أو اي مشكل مشاكل تنجم تطرح في المجال العملي. اذا هذاك علاش انا قلت مانيش باش نفصل بين التركيبي والدليلي. في البعد الدليلي شروط دليليه اني اكل بعد ما نحط البنيه والعناصر وبعد ما نصورن
نقسم على خاطر الرياضيات باش تبدل لي التلامذة بكود والموظفين بأرقام ولا بمعرف والمواطنين بمعرف وحيد في الاستبيانات مثلا رقم بطاقة تعريف المعرف الوحيد. وذاك علاش نتكلموا طبعا بعدين في بعض الدليل التداولي نحكيه على هذية، وفي الحصة الجاية باش تكون إن شاء الله نهار ثلاث باش نحكيه بالكدا على التفاصيل نتاع البعد نتاع حدود النمذجة. الناس يوليو معرف وحيد، يوليو كاد، يوليو شفرة، هذاك اش معناها صورنا وذاك اش معناها عكس. مش لازم نكونوا مات ولا ماتو باش نفهموا النمذجة، لأنه النمذجة نمارسوا فيها كل يوم. أنت تمشي لإدارة باش تطلع ورقة يقول لك سيستم سكر، يقول لك سيستم تسكر، ولا انت ماكش موجود في السيستم، ولا السيستم طاح. سيستما هي النمذجه النسقيه. وبالتالي البنيه دونك صورنا الاكسما هي انه السيناريوهات الافتراضيه ترتفع بها الى درجه المعقوليه دو تيل فاسون كل واقع او نوع من الواقع اللي احنا نحبوا نعقلنوه ونحبوا نتحكموا فيه. ونذكر اللي ثم مشكل من الاول هو اللي قادنا لاختيار الخصائص باش نحطوهم في البنيه، عفوا التركيز على معناها الشروط السوريه. الشرط الاول هو البنيه، الثاني هو صورنا، الثالث هو الاكس، لانه الاكس ما هي اللي باش ترد لي تلمذه الباك ارقام، باش ترد لي المواطنين رقم بطاقه تعريف، باش ترد لي الموظفين معرف وحيد هو اللي يعرف بيك رقميا. وهنا النمذجة كما شفتوا الدخل الهندسة والذكاء الاصطناعي، أو هي تجسيد للذكاء الاصطناعي، وبالتالي الانتقال من علوم سورية إلى علوم تطبيقية إلى هندسة، كل شيء نهندسوه احنا اليوم. إذا بالرياضيات نعملوا سيستم واحد للموظفين في الوزارة الفلانية، سيستم واحد للتلمذة الكل اللي يقراوا باك، لكن نعملوا لهم في وسط السيستم هذايا عناصر وعلاقات وتغيرات ونصنفوهم، وهكاك نربحوا وقت وفلوس وجهد. وهذاك اش معناها اداء ونجاعه، معناها نحلوا مشاكل عمليه في الواقع. ملا الشرط السوري الاول هو اني نستبدل الواقع بنيته او بنسق. الفرق بين الواقع والنموذج هو النسق. الفرق بين الواقع والنموذج انه النموذج نسق افتراضي بسيط، بينما الواقع نموذج نسق حقيقي معقد. ونعتذر هوني عادي، يعني احنا في الفلسفه نتعلموا كيفاش نعترفوا بالاخطاء نتاعنا. المره اللي فاتت عاود نقول باراديغم بنائي، ثم برشا مرات كي نسمع حس الحقيقه ولا نفقد التركيز ثم غلطات صغار انا معامله عليكم باش تركزوا مليح. مرتين في عوض باراديغم بنائي نقول باراديغم وضعي، نسيت باش نشير لدي في بدايه حسب تاع اليوم. اذا نحكي توا على البنيه صورنا الاكسمه. الاكسمه مش خاطر هي اكسمه ولا حاجه، وانا تلميذ لاتر ولا ايكونومي ولا غيره ما نحبش المات نهرب ونقول اعمل انا نمدل ما نفهمهاش. شنو معناها اكسمه؟ معناها تحط كود، تحط شفره، تحط احصائيات، ارقام، بطاقه تعريف، تحط نسق صوري رياضي اكسيومي. والرياضيات يعني في الحقيقة بقدر ما هي فغمال وبعيدة على الواقع بقدر ما تنجم تنطبق على أي واقع وترفعنا لأعلى درجات المعقولية، بمعنى أنه أهم خاصية في العلم وتحدد قيمته الموضوعية هي قابليته للتعميم مش تطابقه مع الواقع. دونك وهكيكا نجمو نعملو سيستم واحد نتحكمو به في الظواهر اللي تنتمي لنفس النوع متاع المشكل. وكيكا كما قلت نقتصد الوقت، نقتصد الجهد، أو نقتصدوا المصاريف زادة. إذا هذيك علاش الأكسمة واللغة الرياضية المجردة اللي تفرغ الواقع من مضمونه المادي وتعبر كان على صورته وشكله، اللي ما تهتمش بالكائن وإن بالبنية اللي تصور الواقع وتعبر عليه في شكل أرقام وفي شكل معادلات وفي شكل رموز وفي شكل ترد واقع مشفر قابل انه يتسستمح، قابل انه يتحول الى نماذج تساعدنا على اتخاذ قرارات. مثلا في الاستبيانات واحنا ندوروا ونعملوا في استبيان مثلا نسألوا عن موضوع معين، على البطالة، على الانتحار، على الفوضى، على موقفنا من تحولات سياسية في بلادنا، وإلى على أي موقف من الكورونا فيروس، من البروتوكول سانيتير، أي موضوع نعمله في استبيان.
مثلا. فاحنا مش واحنا ندوروا في الريف وفي المدينه وعلى العبيد نطبقوا على البيبان، ماهوش باش نكشفوا معطيات الشخصيه نتاعهم، احنا عندنا سيستم دونك ناخذوا معطيات، لكن المعطيات هذيك بعدين نمذجوها، بمعنى انه نحولوها البناء ونحولوها ونصورنوها ونعبروا عليها بالليكات بالشفرات، وتحول الى جداول واستبيانات تعاون مراكز القرار، الدولة، الاقتصاد، أصحاب رجال الأعمال، وتوا في الحدود تاع النمذجة نجبدوا على ذي بنوك المعلومات ودورها في الحدود معناها الفلسفية للنمذجة، من أجل الكلام هذا الحدود الفلسفية في الحصة الجاية. دونك هالاستبيانات هذه كما العادة تحب تحل المشكل، بون صالحنا ولا ضدنا هذيك حاجة أخرى، تحب تحل المشكلة، تحب تعاوننا على أنه ناخذ قرار ولي أمر كهذا. نقول ان النمذجه هي فعل تنظير لكن من اجل المصلحه، وانها معرفه لكن لا ليست معرفه من اجل معرفه، بل معرفه من اجل التحكم، وانها محكومه ببراديغم المعرفه، لا المعرفه بموضوع وانما المعرفه بمشروع، وان سياق انتاج النماذج هو سياق تيليولوجي، وان المعرفه العلميه كما المجاز اللي نستعيره من ادغار موران هي عباره على طوابق، هي عبارة على بنية تتكون من طوابق لكن قاعدتها مش صلبة، قاعدتها ما عندهاش أصل في الواقع، قاعدتها مركبة، لأنه العقل العلمي مركب، مركبة لأنها الذات اللي ما عادش تنفصل على الموضوع متاعها تشتقها الصور وهالبنية هذية من ما هو نسقي من علم الأنساق، باعتبار أنه نمذجة تعم مع الواقع على أنه بنية من الاستيتيقي من السيبرنيتيقي، يعني باعتبار انه انا نحدد المشكل والقصد نتاعي من الاول ومن بعد نحدد البنيه نتاعي، من التحكمي باعتبار اني انا نحب نتحكم في واقع ونحب نحقق نجاعه ونحب نحل مشاكل، وذيك علاش المعرفه هي معرفه من اجل التحكم، المعرفه العلميه من اجل التحكم، شيء اللي خلى العقل العلمي ما يغيرش معرفته، وانما من غير ما يغير بنيته كيفاش. هل ما زال بإمكاننا أن نتكلم عن قدرة العقل العلمي على استيفاء كل جوانب الواقع وعلى إدراك الواقع في شموليته؟ هل ما زلنا نتكلم عن الإدراك وعن الاكتشاف وعن الاستقراء؟ أم أننا إزاء عقل جدلي، عقل مركب، عقل يدرك حدوده جيدا، عقل يراجع باستمرار تمثلاته لسبب بسيط جدا، أو نظريتها أو معارفه لسبب بسيط جدا، أن هذه النظريات أو هذه المعارف هي بناءات بناها بنفسه، فالقوانين العلمية أو النظريات ليست على حد عبارات بول فاليري ليست كنوزا نكتشفها، بل هي أبنية نصنعها بأنفسنا، وعلى حد عبارة كارل بوبير هي شباك صيد، فالصياد يعدل باستمرار هذه الشباك حتى تكون ملائمة لمهمة اصطياد الأسماك، ولا يمكن لشبك في يوم فيه رياح كما اليوم أنه يصطاد كل الأسماك، فحجم عيون الشبكة سيحدد نوع الأسماك التي نصطادها، إذا نحن لدينا هدف معين، فإذا كانت الأسماك عملاقة مثلا فسنوسع عيون الشبكة، وإذا كانت أسماك صغيرة فسنضيق عيون الشبكة. هذا المجاز لكارل بوبير يحيلنا على أن النظريات العلمية هي شباك نصنعها بأنفسنا لتتلائم مع مهمة محددة ومع مشكل محدد، ولذلك يقوم جون أولمو بمماثلة بين النظريات العلمية والأكسيا، صناعة الأكسيا، خياطة الحويج، معناها أنه النظرية العلمية ليست نهائية وليست مطابقة للواقع، وقيمتها في تلاؤمها مع الأجسام اللي باش تلبسها، معناها ليس هناك كساء مطابق للواقع وليس هناك لباس يمكن أن يكون مطابقا لكل الأجسام ولكل الأقيسة تاع الأجسام، وإنما ولذلك العقل العلمي يصنع برشا أكسة وبرشا نماذج، نعملوا موديلات، برشا موديلات للسيارات وبرشا موديلات للهواتف وبرشا موديلات للأكسيا وللبسة، برشا موديلات كذلك لنظرتنا والمشروعنا المجتمعي، وذلك علاش كل حزب من الأحزاب في المجال السياسي هو عبارة عن نموذج
اللي يستهدف نوع معين من المشاكل وشريحة معينة في المجتمع، فنلقاو حزب المرأة وحزب العمال، ونلقاو حزب معناها الغاية متاعه هي اقتصادية صرف، ونلقاو حزب عنده برنامج ايكولوجي البيئة، وعنده ونلقاو دونك الأحزاب هي نماذج، والأكسية موديلات، واللبسة موديلات، والكراهب موديلات. دونك هنا نتكلم على العقل العلمي كيفاش هو عقل يدرك حدوده جيدا بأي معنى، بمعنى أنه بما أن الواقع هو واقع مبني وليس معطى، بما أن النظريات هي عبارة عن أكسية أو شباك صيد أو بناءات ذهنية أبنية جمع بنية، يقوم العلم بصورنتها ويكتفي فيها بصورة الواقع، صورة مرنة، صورة قابلة للتعديل، فإن هذه النظريات هي مؤقتة وقيمتها ليس في تطابقها مع الواقع بل في قابليتها للتصحيح. ولذلك النمذجة في البعد الدليلي اللي بديت في الحقيقة كل مرة نحكي عليه شوية، ما حبيتش نفصلهم مع بعضهم، قيمتها تكمن في قابليتها للتخطئة، وتقوم باختبار هذه النماذج واختبار مدى صلاحيتها ومدى ملائمتها للمشاكل التي نريد حلها. فماذا نستطيع أن نقول عندما نتكلم عن الشروط الدلالية للنمذج؟ قلنا أنه في البعد التركيبي، أنه البعد التركيبي هو البعد اللي يحاول العقل العلمي فيه أن يوفر الشروط التركيبية لبناء المعرفة العلمية، شروط تحترم صورة العقل وصورة الواقع وليس مادته ومضمونه، وبالتالي الشروط هذه تخلي العقل العلمي يبعد عن الواقع. والسؤال هوني، هل معنى ذلك أن العقل العلمي طالما أنه صوري فهل معنى ذلك أنه غير قادر على العودة إلى الواقع؟ وعندما نتكلم عن النظريات العلمية على أنها أبنية وعلى أنها بناءات ذهنية، وعندما نتكلم عن علم يستعيذ عن الواقع بتمثلات العقل حوله، وعندما نتجاوز ثنائية الذات والموضوع، وعندما نؤكد على التداخل بين الذات العارفة وموضوع معرفتها، فهل معنى ذلك أن العلم مع النمذجة مع هذه التمشيات النمذجتية البنائية انفصل عن الواقع؟ في الحقيقة عندما نتكلم عن البعد الدليلي فنحن نريد أن نقول بأن ابتعاد العقل العلمي عن الواقع واهتمامه بصورة الواقع هذا لا يعني أنه غير قادر على العودة إلى الواقع وعلى التلاؤم مع المشاكل التي يطرحها، ولا يعني أن النموذج لا يتمتع بصلاحية، بل إن نمذجة قد انزاحت عن الاهتمام بالحقيقة في حد ذاتها كحقيقة مطابقة للواقع لتبحث عن الملائمة. فقيمة النموذج ليس في تطابقه مع الواقع، وسبق أن قلنا بأن النموذج لا ينبغي أن نخلط بينه وبين الواقع، النموذج هو بنية الواقع وليس كل الواقع، بنية تخضع إلى استراتيجية الإهمال وإلى التبسيط، بنية بسيطة تهدف إلى حل مشكل معين. إذن النموذج هو بنية الواقع، ولكن هذا لا يعني أنه لا يتمتع بصلاحية. ولذلك نقصد بالبعد الدليلي للواقع كيف نعود إلى هذا الواقع. البعد الدليلي هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر ويوفرها العقل العلمي حتى يعيد الصلة بين الحقل النظري والحقل التجريبي. وسبق أن قلنا أننا في البعد التركيبي يعني العقل يصور ويؤكسم ويستعمل لغة رياضية مشفرة ومجردة وصورية، ولكن كلما كان النموذج بسيط وصوري كلما استطاع أن يعود ليتلائم مع الواقع. فالسؤال هو كيف يمكن أن يكون النموذج صوري وبنائي وفي نفس الوقت تكون له علاقة بالحقل التجريبي وبالواقع؟ البعد الدليلي يتمثل في أنه نحاول بعد ما نعمل نموذج تصميم محطوط على ورقة، نموذج الواقع في البعد التركيبي، نموذج الواقع مازال ما صارش، واقع افتراضي لا راهن ممكن، نحاولوا باش نستخدموا هك البنية الصورية هذيك ونلوجوا على العلاقة ما بين هالنسق الصوري وبين النسق الواقعي، ونشوفوا يا هل ترى هو قادر على التلائم مع المشكل الواقعي أو لا.
فإذا مثلا عملنا نموذج نتاع سيارة، ثم صنعنا نموذج بمواد ما تكلفناش برشا فلوس وجربناها في الواقع، نلقاو مثلا اللي المشكل نحبو نحلوه ما تحلش، مازالت الكهرباء تسخن. نلقاو اللي مثلا الموديل اللي عملناه يحل مشاكل، صحيح يتجاوز مشاكل لكن يطرح مشاكل أخرى. ففي الحالة هذه نعاود ونعدلو الموديل هذاك. عملنا مثلا نموذج يحاول يبسط الكورونا فيروس، فصورناه بشكل معين، وافترضنا انه الكورونا فيروس هو اللي يقتل، مثلا هو اللي قتل، هو اللي قتل المرضى الويلة اللي ماتوا في الصين عام نيول. ولكن من بعد بتشريح جثث الموتى الويلة بالكورونا، تبين انه هما ماتوا بالدواء اللي عطاوه لهم، واللي هو دواء يعمل جلطات. دونك نعاود نعدلوا النموذج هذاك على خاطر اختبرناه في الواقع، هو اختبر روحه في الحقيقة بالتحولات اللي صارت له. فنعاودوا نعملوا نموذج جديد للنموذج، ونلوجوا الكورونا للفيروس هذايا، ونلوجوا على تركيبته. فتبين للعلماء انه الكورونا فيروس هو بيدو مركب من مجموعة من الفيروسات اللي هي موجودة من قبل، لكن خضعت للتحولات وطريقة تركيبها والتحولات اللي صارت خليتها تكون فيروس جديد، أو يتولد عندها عليها فيروس جديد. ففي كل مرة نعاود نشرح الموتى بالفيروس، احنا اختبرنا الموديل اللي فات، نعدله فيه شوية وهكاك. كذلك مثلا نموذج سياسي أو نموذج في إدارة، يتبين اللي هو يطرح برشا ثغرات كي نطبقوه في الواقع. دونك وقت اللي ناخذ البلان تاع الدار، وانا قدام ارض بيضاء مازلت ما تبنيتش، بلان يصور لي بنية دار افتراضية مازلت ما صارتش، فنحاول نفهم الدار اللي مازلت ما صارتش من خلال النقاط والعناصر اللي في النموذج اللي في يدي. كي انا نغزر للارض نقول المهندس بجنبي ونقول له كيفاش باش تكون الدار، انا ما فهمتش البلان هذا وشني علاقته بالارض، ما فهمتش هذوما شنو، كيفاش باش يكونوا كي يطبقوا في الواقع كي يوليوا دار. فهو يفسر لنا، يقولنا النقطة هذه هي الباب، هاو من يمشي يجي، النقطة هذه هي الجانب الأيسر بتاع البنية. وكي نتخيل الدار هذيك نجم مثلا وانا على أرض الواقع نكتشف اللي النموذج فيه شبابك يحلوا على الشارع اليسار اللي هي تحل على معهد، وهذا يسار في برشا مرات في الواقع، أو على مؤسسة أو غيره واللي ممنوع في القانون، فنهدو ونبنيو على الافتراضي ونعملوا تعديلات لك النموذج هذاك. وكيك نتفاديو خسائر، نتفاديو عدد من أيام العمل، نتفاديو أجرة متاع خدامة، نتفاديو نختزلوا وقت وجهد وفلوس، نبنيو ونهدو على الافتراضي. هذا هو اللي يصير في البعد الدليلي. دونك البعد الدليلي هو أني ان النسق الافتراضي يعاوني على اني نتخيل الافتراضي والمازال ما صارش، اذا ان انمذج وان يكون لنموذجي قيمه دليليه، هو ان ابحث عما لم يوجد واجده. وهنا نتكلم على العلاقه بين الواقع والافتراضي، بين الراهن ولا راهن، فالنمذجه لا تنطلق من الواقع وانما تتجه اليه، والنمذجة هي التمشيات والمسارات اللي يكون فيها العقل يتحرك في مملكة اللاراهن كما يقول جرانجي. هو معناها نصبح إزاء واقع مركب يتكون من الراهن واللاراهن، الواقعي والافتراضي، المعطى والمبني، ما يوجد لكن أيضا ما يمكن أن يحدث أو لا يحدث وفق السيناريوهات الافتراضية. وإحنا في البعد الدليلي نحاول نختبره مدى صلاحية النموذج هذا، وهذا ينتج عليه نتائج التالية. نرجع من جديد ونقول اللي العلم ما تطورش وما غيرش مسارات بناءه للمعرفة العلمية ونمط تفكيره، معناها مسارات بناءه للمعرفة العلمية، وما ولاش نمذجة إلا ما غير البارادايم نتاعو، وبالتالي إلا ما غير بنية العقل العلمي نفسه. العقل العلمي ولا العقل المتفتح، يما بحدوده يما اللي هو مش ممكن باش يأسس حقيقة ثابتة ومطابقة للواقع. إذا ينتقل العلم من المطابقة إلى الملائمة، من الحقيقة إلى الصلاحية، ينتقل من وهم الاعتقاد في التقابل بين الحقيقة والخطأ إلى تقدير أهمية الخطأ والاعتراف بوظيفته الإبستيمولوجية. أن العلم لا يجد توازنه إلا إذا صحح
نفسه وإلا إذا أخضع نموذجه إلى التعديل المتواصل، أن قيمة النظريات العلمية لا تكمن في تبعها اليقيني، في خلوها من الأخطاء، في تطابقها مع الواقع، في بعدها الشمولي والكلي، بل في قابليتها للتخطئة كما يقول كارل بوبير، في مقاومتها لأشكال التكذيب كما يقول إدغار موران. دونك المعرفة العلمية معرفة قيمتها في ديناميكيتها. وهوني رويد النمذجة النسقية وأهمهم لمواني من منطلق ذي يدافع على النمذجة، على أساس أنه طبعا في مواجهة الوضعيين اللي قاوموا النمذجة، اللي اعتبروا أنه النمذجة تهدم وتزعزع قيمة العلم وتورطوا في الريبية. لو موانيو كما برشا مدافعين على النمذجة النسقية يدافعوا على النمذجة على أساس أنها، وينتصروا لها على أساس أنها معناها دعمت قيمة العلم وأكدت قيمة العلم ومدت العلم بأسباب الديناميكية، بأسباب الخصوبة، خليت العقل العلمي نجم يوصل برشا معناها حقائق في نفس الوقت. وهوني ننتهي، والزوز مفاهيم يحيروا التلامذة. وفي الحقيقة أنا حاولت باش نرجع للزمايل اللي بعثتوها للصفحة باسمي كلاس، وإلى للموقع نتاع السيت ويب info@besmeyeclass.in، واللي ركزتوا فيها الأكثرية على المفاهيم هذوما. طرحتوا عليها أسئلة: شنو معناها نمذجة تحليلية؟ شنو معناها نمذجة نسقية؟ شنو معناها؟ فما برشا مفاهيم نحاول أنا نبسط فيها على الآخر، ذيك علاش أرجو أن تجدوا لي العذر في استعمال اللغة الدارجة، لكن نحاول باش نكون تقنية شوية لأسباب براغماتية، أنه عنا أربع محاور وما عنيش حل. وطبعا نحن دائما نأكد هنا في المحور هذا على قيمة المحور هذا، وعلى أنه فما تداخل كبير في البرنامج. إذا السؤال نحب نجاوب عليه ونجاوبكم عليه هو: شو معناها نمذجة تحليلية ونمذجة نسقية؟ في الحقيقة كما تلاحظوا الدروس المباشرة اللي الوقت ما يتسعش باش أني نحكي على كل شيء، لكن يكفي أني نرجع للاستعارة اللي استعملتها بكري، أنه العلم في المرحلة الوضعية استند إلى مبدأين أساسيين، وهو مبدأ التحليل بالمعنى الديكارتي، ولذلك نتكلم عن نمذجة تحليلية، ومبدأ العلة أو السبب الكافي للايبنز، اللي بموجبهم العلم ينطلق من أوليات يعتقد أنها موجودة في العقل مسبقا، ما قبلية بالمعنى الكانتي. والأوليات هذه يملكها العقل ويأخذها من الواقع ويبني عليها، يحاول يستنبط منها أو يستنتج منها نتائج وصولا إلى حقيقة. دونك ننطلق من أوليات ثم نستخلص منها نتائج نوصل للحقيقة. الشرط اللي يلزم تخضع له الحقيقة في النمذجة التحليلية هو أنه ما يلزمش النتائج تكون متناقضة مع الأوليات اللي احنا نعتقدوا أصلا أنها مشتقة يشتقها العقل من الواقع ويتطابق فيها العقل من الواقع مع الواقع. وذيك شنو قصد إدغار موران؟ فات الأوان أنه نعتقدوا كما الوضعيين أنه العلم هي بناية من طوابق قاعدتها صلبة. إذا الأوليات متاع العلم ما هيش مطابقة للواقع، والعلم ما يعتمدش على الاستنتاج أو الاستنباط. استنباط يتحول إلى اكتشاف القوانين نخرجوها من الواقع ومن الطبيعة، بينما مع النمذجة النسقية العلم العقل العلمي يحط فرضيات ويحط فرضيات، وذيك علاش نتكلموا على الشروط الصورية. هو يحط بناء وثم يختبر هذه البناء، طبعا يتعامل معها على أساس أنها نسق مؤقت قبل التعديل، قيمته مش في حقيقته أو في تطابقه مع الواقع، وإنما قيمته في قيمته عنده قيمة نسقية على أساس أنه يعبر عن نسق الواقع، قيمته عنده قيمة فينومينولوجية على أساس أنه يستبدل الواقع بالتمثلات اللي يحطها العقل على الواقع ذاك، عنده قيمة سيبرنيتيقية على أساس أنه يحب يحل مشكل، عنده قيمة تحكمية على أساس أنه
يحب يوصل الموديل قابل للاستعمال والتداول وقابل قادر على انه يتحكم في مشكل. اذا كما سبق وقلت المعرفه العلميه تولي بنيه هي وتتكون من طوابق، لكن هذه الطوابق قاعدتها مركبه، قاعدتها مرنه ومفتوحه، والعقل ينجم يحط فرضيات، هو يحط فرضيات لكن ماهيش ثابته. الفرضيات هذه مجرد بناءات يبني عليها، وذلك علاش يخضعها باستمرار إلى التعديل، وبالتالي العلم يخترع ما يكتشفش وينشأ ما يدركش. وبالتالي العقل العلمي عقل مفتوح يخطأ باستمرار نظريته في البعد الدليلي، نتكلموا على اختبار متواصل لصلاحية النماذج، وخاصة اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية. هذا الاختبار يمكن أن يكون اختبارا رقميا للنماذج في كل مرة بشكل دوري، نعدلوا النماذج نتاعنا. وذلك علاش ما نجموش بين سياق إنتاج المعارف وسياق إنتاج السلطة، لأنه في نهاية الأمر هالنماذج هذه نعملوها، سواء كانت استبيانات، سواء كانت سيستم تاع إدارة، سواء كانت موديل باش نصنعوا تليفون ولا كهرباء. فالانسيق هذه ولا هالبنية هذه غايتها التحكم في مشاكل عملية وغايتها تحقيق النجاعة. وذلك علاش في البعد الدليلي نتكلموا على الاختبار المتواصل للنماذج واختبار صلاحية النماذج. وذلك علاش النموذج في الحقيقة يتدخل في برشا مراحل في النظرية، نجم تكون عنده وظيفة استكشافية يعاون على استكشاف الظاهرة وعلى وضع سيناريوهات افتراضية تتوقع لنا سلوك الظاهرة والتحولات اللي تصير داخل البنية، نجم يكون عنده وظيفة فينومينولوجية وهي الوظائف التي أكد عليها تانوجي، وظيفة عرفانية، عنده نموذج نستعمله في بداية الظاهرة باش نتخيله البنية متاع الظاهرة، نجمو نستعملوه وسط الظاهرة باش نختبروا به صلاحية الظاهرة، نجمو نختبروه وسط النظرية عفوا باش نختبروا به صلاحية النموذج اللي عملناه، وفي نهاية النظرية باش نرفعوا نظرية للمستوى الكونية ونعطيوها صبغة رياضية أكسيومية أو صبغة معناها مجردة تخلي السيستم ذاك أو الموديل ذاك قابل للتعميم في برشا مجالات. في الاستبيانات مثلا اللي نقوم بها وهي عبارة على جداول تقوم بها شركة صبر الآراء مثلا، نجم تصلح شركة تصميم إشهار باش يدرسوا بها مسبقا ردود أفعال الناس وأحكامهم انطلاقا من مبدأ علم النفس الحيواني، وعلى اعتبار أن السلوك الإنساني هو سلوك تشريطي، ياخذوا قاعة البيانات هذيك أو ياخذوا الاستخبارات هذيك والاستبيانات هذيك ولا الجداول هذيك، رسوم بيانية لتلخص مواقف الناس أو أذواقهم أو مواقفهم في شركة تصميم إشعار، إذن باش يتحكموا مسبقا في أذواق الناس ويقنعوهم بفعل الشراء وأنهم يقدموا على شراء أشياء حتى وإن لم يكونوا في حاجة إليه. نفس الاستبيانات نجم نستخدموها تعاون على اتخاذ قرارات، تعاون على وضع الأحزاب توضع بها استراتيجيات، إذا استراتيجيات في التحكم في الناس. تنجم مثلا كومباني تحضر في انتخابات تاع رئيس دولة وإلا متاع معناها مترشح للانتخابات التشريعية أو رئاسية أو غيره باش يحضر بها خطابه الانتخابي والبرنامج الدعائي نتاعو باش يعرف اذواق الناس ميولاتهم، باش يغازل مكبوتاتهم، باش يغازل ردود افعالهم بحاجياتهم. وذلك علاش الخطاب نتاع المترشح الغايه منه انه ما يتعاملش مع الناس على انهم جماهير وانما على انهم حشود. النجم نفس النماذج هذيك والصبر الاراء هذيك تشريها وكالة إعلامية تلفزة كما تلفزنا ما شاء الله، وما تتصوروش أنه لي كرونيكور ولي كرونيكوز يتكلموا كيكا والسيناريوهات اللي يتكلموا بها والطريقة والساعات حتى عرق مفتعل وتوجيه الرأي العام وبرمجة الغباء وذلك الكل يستخدموا فيه قاعدة البيانات وكالبنوك متاع المعلومات اللي تتحط للبيع والشراء باش يستخدموها لصناعة القرار لتسهيل تطويع الناس لتسهيل التحكم فيهم. وذلك علاش بقدر ما نقوله
انه العقل العلمي هو عقل مركب ينفتح على الفينومينولوجي، على البنائي، على سيبرنيتيقي، على تحكمي، وخاصة على التحكمي. فبقدر ما نأكد على قيمة ارتباط العلم بالفعل، وقيمة تحول الحقيقة إلى فعل، وعلى القيمة التداولية للنموذج في البعد التداولي، كيفاش أنه النماذج هذوكم صحيح بعدنا على الواقع، وفرنا فيهم شروط صورية، واهتمينا في وضعهم شروط صورية في البعد التركيبي، وصحيح مقارنتهم مع الواقع اكتشفنا التماثلات ليزانالوجي ما بين النسق الافتراضي والنسق الواقعي، وعاونتنا النماذج هذيك باش نبسطوا تعقيدات الواقع ونفهموها ونفسروها ونتوقعوا بسلوكها، وبالتالي نكشفوا دلالة الواقع. وهنا استفادت النمجة برشا بالمنعرج اللغوي والألسني والسيميائي باش تتعامل مع تمثلات وتنجم تطورها بسهولة، لكن خاصة قيمة النموذج في أنه يتحكم العقل العلمي، هوني عقل منفتح على التحكم ديما عنده حاجة النموذج هذاك في البعد التداولي. إذا ننتقل للبعد التداولي، هو تداولي معناها استعمالي، يعني النموذج بعدت على الواقع صحيح في البعد التركيبي، لكن في البعد الدليلي تكشف عن قدرة عجيبة وعن مغامرة مبهرة كما يقول لموانيو، في قدرتها على العودة إلى الواقع والقدرة على عقلته. لكن في البعد التداولي تكشف النمذجة على قدرتها على عودة العلم للواقع للتحكم في مشاكل عملية، لكن هالتحكم هذايا هل هو لصالح الإنسان أم من أجل التحكم فيه، من أجل تسهيل السيطرة على الطبيعة لسعادة الإنسان، أم من أجل تسهيل السيطرة على الإنسان، إذا تنشوفه في حدود النمذجة. إذا فيما يتمثل البعد التداولي للنمذجة كما سبق أن أشرت، البعد التداولي معناه الاستعمالي، معناه النماذج راهي نماذج من أجل الفعل ومن أجل التحكم، والنمذجة راهي معناها فعل تنظير لكن من أجل التحكم والفعل. وطبعا سياق إنتاج، إذا اتفقنا على أن النمذجة هي مسارات وتمشيات بناء المعرفة العلمية من خلال بناء نماذج يعتمد فيه المنمذج على آليات التبسيط والاختزال والإهمال، فإن بناء النماذج هو بناءها من أجل الاستعمال، وسياق بناء النماذج هو سياق تيليولوجي لا تنفصل فيه إرادة المعرفة عن إرادة التحكم. ولذلك فإن النموذج ليس شيئا آخر سوى وظيفته، ولذلك منذ البداية ومنذ البعد التركيبي معناها كنا قد أشرنا أنه لم يعد بالإمكان أن نفصل الذات العارفة عن موضوع المعرفة، وكنا قد أشرنا إلى أن قطع النمذجة مع الباراديغم الوضعي وبالتحديد عن شرط الموضوعية هو الذي أتاح حرية الذات العارفة في إنتاج تمثلات وتصورات، وفي القدرة على اختبارها وتعديلها باستمرار، وبالتالي القدرة حرية الذات في وضع مشاريع وفي وضع أهداف. فذات النموذج تتدخل منذ البداية لا فقط لاختيار العناصر في مقابل أهمال أخرى التي ينبغي أن تكون في البنية، ولا فقط في صورنة تلك البنية، ولا فقط في تشفير تلك البنية في لغة رياضية أكسيومية ترتفع إلى أعلى درجات المعقولية وتجعل ذلك النموذج قابل للتعميم، وإنما تتدخل في لحظة ثانية لتوفر شروط دلالية لتختبر النموذج، تحاول أن تربط بين الحقل النظري والحقل العملي، وتتدخل في البعد التداولي لتستعمل تلك النماذج للمساعدة على اتخاذ قرار لحل مشاكل عملية. فالنموذج قيمته في الوظيفة التي يقوم بها، ولذلك نشوف اللي قيمة النماذجة في أدائها، في فعاليتها، في نجاعتها. والنجاعة تعني قدرة العلم على إيجاد أبسط الحلول في أقرب وقت ممكن، في أقل وقت ممكن، بأقل تكلفة ممكن لأكثر مشاكل. والقيمة التداولية للنموذج تتمثل في قابلية النماذج للاستعمال للتحكم في الواقع، لجعل واقع الإنسان أكثر بساطة، أقل تعقيد. والمجال يتسع هنا لنذكر عدة مزايا تداولية للنمذجة، ولما أفضت إليه النمذجة من تطوير لعلوم تطبيقية كالهندسة وكعلم الإدارة
وكل الحقول التي تستثمر الذكاء الاصطناعي في حل المشاكل العملية، سواء في مجال الصحة أو في مجال الاتصالات، الملاحة الجوية، الملاحة البحرية، تقليص آلام الإنسان، تحقيق الراحة، الرفاه، الاقتصاد في الوقت، الاقتصاد في الجهد. إذا جعل الإنسان قادر على أن يأمل في واقع أكثر بساطة، أكثر سعادة. إذا آتي في ختمة هذه الحصة المباشرة إلى التأكيد على التداخل بين الأبعاد الثلاث للنمذجة، وأن النمذجة تعبر عن مسارات متداخلة ومركبة لعقل علمي مفتوح يتعامل مع الحقيقة العلمية على أنها مطلب، ويؤمن بأنه يؤمن بحدوده ويخضع نظريته باستمرار إلى التعديل. النمذجة إذن هي العلم عندما يوفر، عندما يبتعد عن الواقع لكن في نفس الوقت قادر على العودة إليه ومحاولة التحكم فيه لصالح الإنسان. إذن أختم هذه الحصة ونحييكم ونضرب معكم موعد إن شاء الله بعد غدوة نهار 3 من ساعتين لنتكلم عن حدود النمذجة، وقد أدرج في نفس الحصة اقتراح منهجية موضوع أو موضوعين في شكل تخطيط حول النمذجة وحول حدود النمذجة. نحييكم ميلا ونقول لكم إلى اللقاء في الحصة المباشرة الجاية. إلى اللقاء ونشكركم.